كيف جيب لك القهوة؟ ولقلك أنا رح جيب لك إياها على صغري. صباح الخير. صباح النور إسراء، أهلا فيكي. شايفك مبكرة مثلنا. إيه لأني اليوم فايقة بكير. إسراء بدنا نجيب قهوة نطلب لك؟ والله إذا ما فيها عذاب يا ريت. تمام. يلا راجعيني فورا وخلينا نعمل قائمة بالأعمال. بنت الشركة الشطورة جاية من بكير وعم تشتغل بعد كل شي صار؟ يعني ناوية تضلي عم تشتغلي بهالشركة انتي؟ ما عم صدق أبداً اللي عم يصير. بدك تضلي معيشتيني بصدمة على طول؟ كارلا في مجال تحلي عني، مو ناقصني ومالي فاضية بنوب. معك حق، مشغولة كتير لدرجة إنه ما قدرتي تطلعي فيي وتقلي لي مبروك. ما حضرتك مكفية وموفية، لهيك ما عندي إحساس تجاهك بالمرة. انتي ليش ما عم تتقبلي الهزيمة إسراء؟ قلتي لي مروان مستحيل يعشق مرة مثلي، بتتذكري هالشي؟ بس هذا الحكي ما عاد له طعم هلا. مروان رح يحب الولد كتير أنا متأكدة، وبفضل هالهدية اللي ربنا رزقنا ياها بدون ما يحس بده يعشقني عشق مع الوقت. مشكلتك إنك دائما عايشة بالوهم، وكمان ما عندك كرامة لدرجة إنك عم تستغلي حملك لحتى ما يطلقك مروان. على فكرة أنا متأكدة إنه مروان أحن وأطيب شخص بالدنيا ورح يحب ابنه كتير ويهتم فيه، بس اللي متأكدة منه إنه بحياته ما رح يحبك أبدا. بكرة منشوف يا أسراء. وعلى فكرة صار عندي فضول بخصوص خبر حملك، لأنه بصراحة ما عاد صدقت شو بتقولي، بس قد ما خبيتي رح يجي يوم تبين الحقيقة، ولحد هذا الوقت أنا رح أكون عم بستنى لحتى أشوف ردة فعلك وقت الناس بيكتشفوا كذبك. صحيح بدي أسألك، تزوجتوا لمدة طويلة، ليش ما أجاكن أولاد يا ترى؟ شو يا أمورة؟ كبست على جرحك؟ بس لا تخافي حبيبتي، مروان بفضلي وأخيرا رح يعيش شعور الأبوة، اطمني. بيسان فيكي تحجزي لي عند دكتور نسائية شاطر كتير اليوم بعد الظهر؟ بس لو سمحتي كارلا ما تعرف بشي حاليا، أنا رح أقلها. شكرا لك. كارلا ناوي على شي مو منيح. بعرف. وشو ما كانت ناوية تعمل أنا رح أكشفه لكل الناس. قبل ما أجي على الشركة شفت زينه، موسى سمعان شي بالصدفة وحكى لزينه. أنا صرت بعرف كارلا كتير منيح مروان، ومتأكدة إنه هي عم تكذب، وأنا هالمرة بالذات مستحيل اسمح لأنها تربح علي. إسراء، لما منكون مع بعض فينا نتغلب على كل شي. لو سمحت، ما في شي اسمه نحن لحتى تنكشف الحقيقة مروان. تمام، مثل ما بدك. هلأ في شي واحد لازم نركز فيه نحن الاثنين، وهو إنه نكشف خطة كارلا. انتو اتنين ما سمعتوا كلام أبوكم، بتفهموا بكل شي ما هيك؟ ها شرف، رجعت الرجال على رأس الشركة رغم إنه بيعرف رح يجي ولد. الرجال ما بده كارلا. شو يلي تغير كينان؟ شو يلي تغير؟ بابا شو كان بدك يعني ساوي؟ بتفرج على الشركة هي وعم تنهار؟ بوقت مين رح يكون المستفيد بابا؟ الأقل كان دفع الثمن، كان دفع الثمن. أنا ما جمعت أعضاء مجلس إدارة على الفاضي، وما قلعت الرجال على الفاضي منشان هالمرة يجي بوقاحة ويرمي مرته وابنه قدام باب بيتي. بابا برأيي أنت عم تدخل المواضيع ببعض،
وأنا معصب من مروان وأنا ما عم بتحمل عمايله وعندك حق، بس مو هذا الحل. لازم نحل هاي المسألة بدون ما ندخلها بالشغل. شو ما كان يكون لازم نخلي كارلا تغير رأيها بأسرع وقت. كنان مصرة ما بدها تتطلق، لهلأ عقلي ما عم يستوعب إنه عندها أمل. كارلا من زمان ما عاد فكرت بعقلها بابا، وأنا هددتني إنها بتترك البيت. مالي عرفان شو بدي ساوي، ما عم قدر ارفع راسي اقول جايني حفيد. احسن الشي حاليا خلينا نخبي وضع كارلا هاد عن الكل، ما بدي اسمع بمهزلة تانية. تمام بابا، انت لا تتوتر اكتر من هيك لو سمحت. انا هلأ رايح على الشركة وبحكي مع مروان، ماشي؟ لا تضايق حالك. إسراء، عم قاطعك بس هالملفات اللي ألقيتي نظرة عليها لازم كارلا خانم تعطينا موافقتها فيهم. ما قلت لي كارلا خانم؟ يعني إذا كارلا خانم مالها موجودة بوقتها كينان بيك ممكن يوافق عليهم. طيب ماشي حالي. طيب صباح الخير. صباح النور. إيه أخي، بعت لك فيهم إيميل وليكو صار عندك. تمام يا موسى. إيه تمام راهي. يعطيكم العافية. ها؟ مروان بك قدرت أخذ لك موعد عند الدكتور، بس مواعيده كلها مليانة وما قدر يعطينا غير اليوم المساء، وهدول معلومات الدكتور والعنوان ورقم التليفون إذا اعتزت شي. أنت رائعة يا بيسان، بتشكرك كتير. هذا واجبي بالإذن. خير أخي؟ أنت مريض فيك شي؟ لا لا موسى، مو إلي، مشان كارلا. بدي روح مع كارلا على الدكتور. أنا بحاجة لأنه أسمع كل شي من الدكتور بنفسي. منطقي. وكارلا عندها خبر؟ لا، ومالي ناوي خبرها لآخر لحظة. بصراحة حابب أعرف ردة فعلها بهديك اللحظة.